حبيب الشماس والهواية الفنية. لفت زكي نصيف انتباه أحد أساتذة مدرسة المخلص حبيب الشماس عندما كان يؤدي الصلاة في الكنيسة كل أحد ويشترك غناء وعزفا على لحن. الشماس كان معروفا آنذاك في الوسط الغنائي والموسيقي في بيروت، ومن خلاله تعرف نصيف على هذا الوسط، ثم تعرف على خليل مكنية الذي قام بدوره بتعريفه إلى العديد من وجوه الوسط الفني في الإذاعة والمعهد الموسيقي، وأخرى من الحزب السوري القومي الاجتماعي، بالإضافة إلى ابن أخته توفيق الباشا الذي أصبح بدوره لاحقاً رفيق دربه الفني. سعادة والحزب السوري القومي الاجتماعي. انتسب زكي نصيف إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي على الأرجح في العام 43، وعمل على بث نهضة سورية قومية واجتماعية تقوم على مواهب الأمة السورية في سوريا الطبيعية، وتعيد إلى الأمة السورية استقلالها وحيويتها وقوتها. استمع إلى نصائح مؤسس الحزب أنطوان سعادي، فكانت بمثابة البوصلة لمسيرته الفنية.